يوم هذه العملية برمتها عندما يتم اكتشاف لأكثر من مرة مستودعات مليئة بالغذاء منتهي الصلاحية أو عمليات تدفق الأموال أو تحويلها من سلال غذائية إلى دفع أموال ومن ثم السيطرة أو الاستفادة من طوارئ أسعار الصرف من خلال يعني مافيا، للأسف مافيا تشتغل في هذا المجال، ليست فقط من العاملين داخل المنظمات بل والمساندين لهم من منظمات المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية. اليوم على مستوى مناطق سيطرة الإنقلابيين على مدى وقت طويل سيطرت لجنة المدفوعات أو ما يسميها الحوثيين بلجنة المدفوعات على تدفقات النقد الأجنبي الداخلة عبر منظمات الأمم المتحدة. وأيضا إذا فنحن في اليمن للأسف الشديد هي ثلاث كماشات، كماشة العبث والفساد الذي تقوم به هذه المنظمات الدولية، العبث الأكبر الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بشرق هذه المساعدات، وضعفاء النفوس من القائمين سواء كانت على بعض المؤسسات الشرعيه او على منظمات المجتمع المدني الشريكه. اليوم هذه المنظمات حتى ركود دقيقين يعني اي ميزانيه مشروع اكثر من 30% 35% تذهب اولا اجور ومرتبات والحوافز لطواقم العمل. فحاله كبيره من الفساد، طبعا اللوم لا يلقى بدرجه اساسيه على هذه المنظمات حتى، ولكن نحن نتساءل اين دور الجهات الحكوميه، وهنا بالذات نتحدث عن الحكومه الشرعيه. لمتى ستستمر تدفقات النقد الاجنبي التي تاتي بمساعدات دوليه يسيطر عليها الحوثيين والسيطر عليها مافيا للتعمل داخل هذه المنظمات ومراكزها في داخل صنعاء؟ لم يحين الوقت بعد الضغط على الامم المتحده لتمرير كافه المساعدات عبر البنك المركزي.